السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة تعلم واكتسب مع محمد الرياحي. اليوم عندنا يونيتي 4 اكسيرسيس اكري من كتاب واديس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. عندنا لا بروميير كيستيون جو كومبليتي لي مو افيك لي سيلاب اي او ايون. اكمل الكلمات مع الحروف اي او ايو. اي علاش هنا ما قريناش هاد ال ال حيت دوزيل كيساويو ايغريك، فهادشي علاش نقراوهم اي و ايو. هنا اون شين ام باب اواز اون ايغ، فغادي نكملوهم. هادي اون شيني، هنا غادي نكتبو ان بابيون، هادي شرنقة وهادي فراشة. هذا ان وازيون هو الفريخ. وهادي اون ايغي. هنا غادي ننتقلوا لا دوزيام كيستيون، جو كومبليتي لي فراز افيك بابيون فيلاج ميوزيسيان. أكمل الجملة مع فراشة قرية موسيقي. لو بومبيي ريجيون سان لو سوار، واش نقولو بابيون ولا فيلاج ولا ميوزيسيان؟ فغادي نقولو فيلاج. هنا الإطفائي يعود إلى في المساء، وهذه فراشة وهذه قرية وهذه الموسيقي. هنا لو مي ال يضع الكمان دون ان باني. لو واش لو بابيون الفراشه ولا لو ميوزيسيان ولا الموسيقي؟ فغادي نقولو لو ميوزيسيان. هي الموسيقي يضع الكمان في سله. الموسيقي يضع الكمان في السلة. هنا la petite fille dessine un joli papillon. البنت الصغيرة رسمت فراشة جميلة. غادي ننتقلو هنا لا تخوازيام كيستيون، جامي اون اوردر لي مو دي فراز اي جيكري لي فراز. ارتب الكلمات والجمل واكتب الجمل. ان فيان عجوز، لو ميكانيسيان ميكانيك، شيان كلب. جايه من لو فيرب افوار عندو بحال إلا هو. هنا واش غادي نقولو هنا؟
chien a un vieux. Le mécanicien, non, فغادي نقولو le mécanicien a un vieux chien. Un vieux chien. هنا عندنا هنا عندنا الميكانيكي عنده كلب عجوز. هنا ان جولي. هنا ديفان تتحول جميلة. لا شيني هي الشرنقة كما شلنا في الفوق. وان بابيون فراشة غادي نقولو La chenille du vent, un joli papillon. الشرنقة تتحول إلى فراشة جميلة. La chenille devient un joli papillon. Papillon. هنا غادي ننتقلوا للديكتي. Je prépare ma dictée. أتدرب على إملائي. هنا عندنا فامي عائلة. دون في بحال هكا غادي تكتبوا الكلمات وهنا غادي نكتبوا الجملة. هنا غادي نكتبوا الجملة غادي نكتبوا ابيت فيلاج اكسيتيرا. هنا ما فامي ابيت دان فيلاج او ميليو دو لا فالي. عائلتي تسكن في قرية في وسط الوادي. هنا نساو ما داروش ما، ولكن الاستاذ او الاستاذ ديالكم غادي يفتي لكم الكلمات هكا وعاد يفتي الجملة.
وهنا إلى آخر الجملة. وهكذا أنهينا لاباج 108. نلتقي في درس قادم، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.